كمان الفتفوت اللي راح جاب فيديو وظبطه وفيديو مش في الفيديو ما كانش في شريط المباراه ده فيديو متصور هو بعت واحد يصور كهربا هو في برنامجه بعت واحد يصور كهربا وعدله في على ضوء الشريط اللي طلع حتحوت وزعه على الهواء ابتدى يبقى فيه التحقيق ده اللي ضد وراح قدم شريط لنادي الزمالك علشان يعمل ده حتحوت هياخد عقابه الفتفوت الكتكوت هياخد عقابه مفيش حد ظالم مفيش حد مفتري مفيش حد شيطان ضد الاهلي الا وهياخد عقابه والايام جايه وهتشوفه وهتقول علاء صادق قال انما محاوله اعدام كهربا بتهمه الانتقال من الزمالك للاهلي ده الفجور اللي ما شفناش ازيه في التاريخ وطاب صباح